كبر كبر، هل يؤخذ منه عند دخول الباب البدء بالكبير وليس باليمين؟ والله هكذا كان يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول عند الباب لا يبدأ الصغير قبل الكبير بحجة أنه يمين، ولكن يبدأ بالكبير، يدخل الكبير أولا. وكذلك في المجلس إذا قدم الشاي أو البخور أو ما يبدأ بالكبير، ثم بعد ذلك عن يمين الكبير.